خليني أبدأ مع حضرتك أستاذ شحات، وكتير من المشاهدين مش عارفين تفاصيل هذا القرار. هل ممكن حضرتك تشرح لنا أكتر إيه اللي هيترتب عليه بعد تحرير الدولار الجمركي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بنقول لحضرتك والساده المشاهدين والساده ضيوف الحلقه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانا عاوز اقول ان في زي ما سيادتك بتقولي من شويه كده، في نوفمبر 2016 عند تحرير سعر الصرف كان في تذبذب في اسعار الدولار صعودا وهبوطا، فكان في لخبطه عند المستثمرين ورجال الاعمال في حساب التكلفه بتاع السلع بتاعتهم، بتاع السلع اللي بيستوردوها للتصنيع او لغيره او للاتجار. وفي نفس الوقت برضو كان في يعني عدم استقرار لدى الموظف الجمارك اللي بيطبقوا كل يوم ويفرجوا عن بضايع السعر يعني طالع نازل كل يوم. ففي واحد في يناير 2017 صدر قرار سيادة وزير المالية بدولار جمركي كان 18.5، وظل بقى كل شهر نحدثه ونعمل متوسط نص شهري ثم بعد ذلك متوسط شهري الى ان استقر لفتره كبيره مؤخرا على 16 جنيه. في الفتره الاخيره اللي احنا فيها دي، في الاونه الاخيره، بعد دراسه الموضوع وسياده وزير الماليه مع المجموعه الاقتصاديه والساده الوزراء المختصين، تم النظر للموضوع على ان يعني المفروض خلاص الاسعار الدولار شبه استقرت تقريبا، ما بتطلعش يعني ال 17 وي، ما بتوصلش 18 او ما بتعديش يعني. فكانت الرؤيه ان في سلع غير ضروريه او مش مستخدمه كتير عند المواطنين، زي ما نقول بلح بحر او خيار بحر او كافيار او اسماك زينه وما شابه ذلك يعني. وفي سلع وان كانت ضروريه ولكن لكن فيها ايضا بطانيات، فيها فيها سيارات، وفيها بعض السلع اللي اثارت استغراب الناس. اما انا بكمل لسيادتك ان السلع الاخرى اللي اثارت الاستغراب ده، في منها منتج محلي، في مصانع شغاله بتنتج بطاطين او اجهزه اكتر من مصنع بيصدر وبيبيع جوه البلد. هذه المصانع بصناعاتها المدخلات الانتاج ومستلزمات الانتاج ومعدات التصنيع اللي بيجيبوها بتتحاسب بنفس سعر الدولار اللي جايه بيه السلعه تمت الصنع من بره. يعني لو قلت تلفزيون جاي من بره بيتحاسب على 16، خامات التلفزيون اللي جات تتصنع جوه مصر او الثلاجه او الغساله او اي سلعه يعني او بطاطين برضه بتتحاسب على 16. فالصانع دلوقتي مش لاقي ميزه. الرؤيه كانت ان احنا نشجعه ازاي؟ والله هنديله ميزه ان السلع اللي لها مثيل محلي دي ما نشجع المثيل المحلي عشان القضاء على البطاله او تخفيف منها، ويبقى في فرصه للاستثمار حتى لجلب استثمارات جديده، ان يكون شايف ان في ميزه يجي يستثمر في البلد، او المستثمر الموجود ده يوسع من استثماراته بحيث يكون في ليه ميزه حتى ولو نسبيه. وباعتبار ان الصناعه دي قاطره التنميه في البلد، فكانت الرؤيه ان السلع الاستراتيجيه او الضروريه ما حدش جه ناحيتها، السعر بتاعها 16 زي ما هو، من ادويه واغذيه واغذيه بانواعها ان كان قمح ولا غيره ولا اي سلع عموما اساسيه او ضروريه ما حدش جه ناحيتها في حاجه. وبرده معدات التصنيع وخامات ومستلزمات الانتاج هتستمر على 16 زي ما هو. اللي عاوز اضيفه ان القرار ده قرار وزير، قرار وزاري وليس قانون. يعني اللي اقصد من كده ان في مرونه في التعديل، اذا ثبت من خلال الممارسه ان في اثار سيئه او اثار سلبيه في السوق او في اي مجال ممكن. هل تشعر اننا في وضع يمكن ان نجرب فيه مثل هذه الامور؟ يعني حتى لو قرار، يعني اتصور انه الوضع الاقتصادي لا يحتمل الان ان نقرر شيء لنختبر اذا كان صائبا ام لا. انا متاكده انكم اكيد اتخذتوا القرار على اساس دراسات وليس للتفكير اذا كان سيكون جيد للسوق ام لا. تمام، انا مش بقول كل السلع، انا بقول اذا ظهر ان في سلعه او اثنين، مش كل القرار، مش كل الموجود في، انا بقول اذا ظهر، اذا اثبتت الممارسه ان في سلعه او اثنين او بعض سلع. انما مدروس طبعا. انا النهارده لما اشجع المنتج المحلي ده عشان ابني وابن حضرتك او اخويا واخو حضرتك يشتغلوا ويلاقي فرصه عمل، المفروض ان المنتج ده هيقدر ينافس المنتج الاجنبي المستورد، يقدر ينافس في السوق بدل ما يقفل، لا يقدر ينافسه
سواء في التصدير سواء في السوق. انا ما اشجع التصدير واجيبهم للبلد او اشجعه يقدر ينافس.